المطبخ بيتكون اساسياته طبعا النار، دي العده دي نمره واحد. بعد كده الخامات، بنبدا نكون احنا خاماتنا. بيتكون مثلا عندنا اللحوم، عندنا البقاله، عندنا الرزاز بتاعتنا، عندنا سمنتنا، كل حاجه بنبدا نكون. لو بنكون وجبه بنكونها مثلا من الالف للياء. هنا بعض الناس بيساعدونا طبعا، هنا في مساعده يعني هنا من بعض الناس يعني. فبنبدا نكون مطبخنا كله، بيبقى جردمنشي، سلطات، سخن، رزاز ولحوم وحلو، سواء حلو حلو مصنع بيبقى نادر لما بناخده، بيبقى كله فاكهه فريش بالنسبه للفواكه والفروس سلطات وكده. والشاي والقهوه والنسكافيه كل ده بنجهزه على البوفيه. ده تكويننا من المطبخ. بنبدا جردمنجي، بنبدا سرسير اللي هو قسم السخن، بعد كده بنبدا ننطلق على الفاكهه والعصاير فريش والحاجات دي، وبنتابع كل حاجه بنفسينا. حتى في افريقيا هنا ما بنضمنش برضه اي حد، حتى العصير فريش ببعين عليه وشوف لان هنا بيبقى فيه قلق بصراحه. لا مطبخ الاهلي في افريقيا ده حاجه ثانيه، لان يعني بنعمل مستوى عالي جدا من 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 امكانيات، دي حقيقه يعني. مش عشان احنا طبعا نادينا وكده، لا دي فعلا دي حقيقه. يمكن الفرقه الوحيده في مصر اللي بتطلع بالشيف بتاعها بامكانياتنا عاليه جدا، بنجيب انظف الخامات. ما هي امكانيات المطبخ الاهلي خامات عاليه جدا الحمد لله. بالنسبه للحوم، بالنسبه لاي قطع بنجيبها معانا عشان نستعملها، بتبقى في منتهى الجمال وفي منتهى الصلاحيه طبعا. ده عندنا الاكس بارد نمره واحد، بنحافظ على الحاجه دي سواء علب سواء لحوم سواء. فالحمد لله ده مطبخ الاهلي، مطبخ الاهلي يفوق عن اي مطبخ. ان احنا بنحس الامكانيات يعني عندنا امكانيات حلوه، بنحاول نجيب اللي احنا عايزينه، ما عندنا حدش بيعترض ايه نجيبه وايه نعمله، لا احنا بنجيب احسن حاجه. اكل الرياضيين، المقارنه بيننا وبين البيت، اولا بالنسبه لينا خالي من الدهون تماما. حتى لو عملنا سوب مثلا شوربه بنرفع بعد كده من عليها الدهون بتاعتها. دائما بنعتمد على المشويات. ده الفرق بيننا وبين اي مطبخ سواء في البيت او في اي مكان. كله بيستعمل دهون وبتاع ارزاز كتير. احنا عندنا نوع مكرونه مثلا بتبقى نتير، مثلا بجبنه نتير، برميزان، انواعنا مختلفة. ده اكل صحي، ده اكل رياضي. المكرونات كلها بتطلع نتيجة. بيبقى اذا كان في مثلا في فترة صوص ابار، وممكن ما فيش صوص، في جبنة بس. فبنحاول نحافظ كل ده، بنقلل الدهون. احنا بالنسبة للرياضيين اهم حاجة ما تدلوش دهون. ارفع من عليه الدهون، سواء بقى في شرب، سواء في لحوم، سواء في كل حاجة. ده الفرق بيننا وبين مطابخ البيوت طبعا. احنا ما بنخليش فعلا القواعد الغذائيه دي قاعده، ولكن لا ما فيش حد بيطلب. حتى نوعيه اللعيبه برضو لما اختلفت، جيل ابو تريك عن الجيل اللي موجود عن الجيل اللي جاي الصاعد الجميل ده. فبالنسبه لنا عادي، هو كله جيل واحد، لان احنا سيستم ونظام ما بنغيروش، سواء لعيبه سواء ده اتغير ده اتغير ما بتفرقش، لان ده سيستم. حتى الجهاز الفني لما بيجي بيبقى عارف النظام الغذائي، بيبقى عنده طبعا فكره، وكابتن يوسف عاشرنا في الحاجات دي كلها وعارف النظام بالنسبه لنا، فبنمشي عليه. حتى لو اتغير برضه كابتن حسام كان كله هو لينا نظام معين، فبنحاول نمشي عليه. ومعانا الدكتور هاني وهبه طبعا، وبنمشي على النظام بتاعنا ما نخلفوش خالص.